مشاهدينا الكرام، للتعليق أكثر على استمرار الاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين في العراق من قبل القوات الحكومية والميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا بكم أستاذ عمر. بداية، يعني خلال 3 أسابيع رصدتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اعتقالات عشوائية ل207 مدنيين، بما تفسر تزايد عمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين في الفترة الأخيرة؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. خلال هذه الأسابيع 3 وبدء العمليات العسكرية التي أطلقها الكاظمي في محاولة منه للتخلص من تنظيم داعش، ولا يعرف أن من يقوم بهذه الجرائم جنبا إلى جنب داعش هم الذين بعثهم إلى هذه المناطق التي وصفت بالمحررة، ولكنها بالتأكيد هي منكوبة وتزداد نكبة يوما بعد يوم بفعل هذه الميليشيات والقوات التي أرسلها الكاظمي إلى هذه المحافظات. هذه الاعتقالات هي اعتقالات عشوائية كما أكد لنا الأهالي، وهي بدوافع انتقامية، حيث أن الضربات التي وجهت إلى هذه القوات قامت بردة فعل قاسية على المدنيين، وقامت باختطافهم واعتقالهم تعسفا، واغلبهم هم من العمال والكاسبون الذين يعيشون على قوت يومهم. هذه الاعتقالات رافقت ايضا 10 نساء و3 أطفال في هذه المحافظات. لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقوم هذه الحكومه بالانتقام وبالاعتقالات التعسفيه بجريره اهاليهم او احد اقربائهم بانتمائها داعش، او الحجج الواهيه التي تذرعت بها هذه القوات في استباحه هذه المدن واستباحه هذه البيوت واعتقال الاحرار. استاذ عمر، هذه الاعتقالات تاتي في الوقت الذي تستمر فيه مناشدات الاهالي في الطارميه للعالم لانقاذهم. ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في هذه الانتهاكات؟ الدور كبير لهذه الميليشيات، وإلى اليوم وما زالت الانتهاكات قائمة على قدم وساق رغم التحذيرات المحلية والأهلية والمنظمات الدولية التي تطلقها إلى المجتمع الدولي حتى يكون لها موطئ قدم في هذه الساحة العراقية لوقف الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات وهذه المنادات اليومية التي نطلقها من خلال المركز ومن خلال المنظمات الأخرى إلى المجتمع الدولي، وهي تعرف أن هذه الميليشيات هي من تقوم ب القتل والتهجير القسري والاعتقالات التعسفية والقتل خارج القانون وغيرها من الممارسات الإنسانية، ولكن إلى الآن المجتمع الدولي لم يرد على هذه النداءات والاستغاثات التي تنادي بوقف هذه العمليات، وبالتالي فإن الميليشيات يصبح لديها ضوء أخضر من هذه المجتمع. من وجهة نظرك أستاذ عمر، في أي إطار تندرج هذه الانتهاكات، حملات الاعتقال التي تشن ضد مناطق بعينها؟ ما تفسيرك لاستهداف هذه المدن والأقضية والنواحي بالذات دون غيرها، أو حتى مع غيرها لكن بكثافة أكثر من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ إذا نظرنا بمنظار القانون الدولي الإنساني فإن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، لأنها جرائم ممنهجة، جرائم مستمرة، جرائم تستهدف مكون بحد ذاته دون المكونات الأخرى. الجرائم التي تتبعها هذه هي منصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في التهجير القسري، في القتل العمد، في استهداف طائفة معينة ومكون معين بسبب أنه ديانتهم وطائفتهم. هذه تندرج نحو الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فضلا عن أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا يجرم هذه الأفعال ويعدها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكلها منصوص في القانون الدولي، والتي تجب على المجتمع الدولي. نرجع مرة أخرى إلى موقع المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ضرورة التحرك من خلال هذه الانتهاكات لوقف العنف ووقف القتال. طيب، يعني هنا حتى عذرا، لكن أود أن أفهم منك نقطة أستاذ عمر.
هل القانون الدولي ملزم للمجتمع الدولي دول العالم بالتحرك في أي اتجاه إذا كانت هناك قضية لاختراق هذا القانون؟ على سبيل المثال ما تفضلت به الآن من انتهاكات ترتكب في العراق، يعني هل القانون الدولي محرك أو ملزم لهذه الدول أن تتحرك تجاه العراق؟ نعم، وفق الميثاق الأمم المتحدة ووفق المبادئ التي جاءت فيها وفي ديباجة الأمم المتحدة، فضلا عن البند السابع وبعض البنود التي أجازت وشرعت أو شرعنت للمجتمع الدولي التدخل الفوري في مثل هذه الحالات، ولا يمكن يعني حتى تقوم الدولة بمفردها دون الرجوع إلى مجلس الأمن في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة وحماية المدنيين من بطش القوات الحكومية والميليشيات وأي طرف ممكن أن يتسبب في أذى كبير لهؤلاء المدنيين، وبالتالي فإن هناك يعني المسؤولية الدولية يتقع على أول يعني مجلس الأمن ومن ثم الدول الأخرى التي يمكن من خلال مجلس الأمن أو من خلال ميثاق الأمم المتحدة أن تتحرك فورا لإنقاذ الإنسانية من هذه الانتهاكات الخطيرة. إذا نظرنا إلى ما يحدث في العراق أستاذ عمر، ننظر ونشاهد أن هناك محاولات لتغيير ديموغرافي، وهناك ما تم بالفعل من عملية تطهير لمناطق بدوافع التغيير الديموغرافي، يعني وارد في كل المداهمات التي تتعرض لها الأقضية والنواحي والبلدات. أنتم كالمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، هل رصدتم عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة من قبل الحكومة باتجاه تلك المناطق؟ نعم، وقبل تقريبا ساعة من الآن أيضا وصلتنا مناشدات وتقارير ومعلومات مهمة عن مناطق في صلاح الدين وفي الموصل بأن هذه الميليشيات تقوم بعملية تهجير قسري، وأنها 80% من منطقة عرب جبور يعني إلى الآن هم مهجرون قسرا من قبل هذه الميليشيات، ومن يسيطر على هذه المنطقة هم عصائب أهل الحق. ايضا يعني منطقه كشيفه التي نشرنا تقرير عنها قبل ايام، اكد لنا اهالي المنطقه بان هناك عمليات تغيير ديموغرافيه حقيقيه وتهجير قسري لاهالي المنطقه من قبل هذه الميليشيات لتنفيذ مخطط اقليمي في هذه المناطق، وهو ما يعرف بخط طهران دمشق. وهذا العمليات تجري على قدم وساق منذ عام 2003 والى اليوم. طيب، في سؤالي الاخير لكم استاذ عمر، موضوع السجون والمعتقلات حقيقه هو ملف شائك، وهناك انتهاكات كبيره تتم داخل اقبيه هذه السجون. يعني الآن وصلنا إلى نقطة فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من السجون والمعتقلات في العراق، وطبعا لا يوجد أدنى مقومات للصحة والسلامة داخل هذه المعتقلات. ألا يعد ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني وتدخل ضمن إطار جرائم الحرب؟ نعم، ليس في ما يعني نطاق جرائم الحرب، وانما نطاق يعني القتل خارج القانون. نعم. في اطار قانون الدولي لحقوق الانسان. فالمعلوم ان جميع الدول التي ظهر وانتشر فيها فيروس كورونا قامت بعمليه اخلاء او تبييض السجون، او حتى بعض يعني المحكومين الذين عليهم يعني نقاط مهمة وتهم مهمة تم الإفراج عنهم مؤقتا في سبيل إنقاذ أو في سبيل عدم انتشار الفيروس كورونا، ولكن في العراق يتعمدون في إدخال المرضى من فيروس كورونا إلى هذه السجون، ويتعمدون أيضا في عملية القتل خارج القانون، لأنها هذه هي عمليات الإهمال المتعمد والتعمد في إدخال المبوغون. إلى هذه السجون هو عملية قتل متعمدة خارج نطاق القانون، وبالتالي فإن التكييف القانوني لهذه العملية هي القتل خارج القانون أو القتل العمد بسبب الإهمال. وهناك أطلقنا أيضا مناشدات إنسانية ومناشدات يعني دولية لإطلاق سراح المعتقلين أو الموقوفين الذين لم يثبت إلى الآن
يعني الجرم عليهم، وبالتالي الحكومة تغافلت عن هذا، وأيضا المجتمع الدولي لم ينبه الحكومة في ضرورة تفعيل قانون العفو العام لهؤلاء المعتقلين وضرورة إخراجهم فورا. الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.